الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأعظم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا من بعثه الله رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استكمالا لكلامنا حول ما حصل وما جرى بعد العاشرة من محرم، لأن عاشوراء يمكن إذا بدنا نحكي حقيقة الواقع في أشياء صارت هي بتكمل الحدث الكبير والحدث العظيم. يعني بعد سبي النساء ومعهم الإمام زين العابدين من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، وبعد عودتهم إلى المدينة صار في أحداث كثيرة، من جملتها أنه صار في بعض الثورات اللي نحن اليوم يعني ثورة ريفوليسيون اللي قاموا فيها مجموعة من الأشخاص انتقاماً لأهل البيت. هلا في ناس ندموا وصاروا يبكوا وصاروا يلطموا على وجوههم، هون بنسميهم احنا التوابين، واللي راحوا صاروا بدهم يقاتلوا يزيد وبدهم يقاتلوا بني أمية. صار في ردات فعل، ريفوليسيون، ثورات. في شخصية أنا وعدتكم حسب ما خينا الحاج علي بلغ اليوم إنه حديثنا الليلي عن المختار الثقفي. هذه الشخصية إلى دور كبير. لكن يعني إذا بتحبوا اللي بيحب يتابع فيكم على التلفزيون مسلسلات، في مسلسل يعني في حلقات عملوها مصورة تحضروا ومترجم، يعني في بونس إنه مترجم بالفرنسي المختار الثقافي في التلفزيون، وما بعرف إذا مدبلش كمان عملوا دوبلاج ما بعرف. ولكن كده مثل الصور المتحركة؟ لا فمسلسل إيراني اسمه مختار الثقافي، تحضروا على التلفزيون. شايف؟ ايه كانوا يحطوه يعرضوا عنه. هلا الليلة بدي احكي يعني حسب ما في بعض الاخوان قالوا لي، يعني الله بعينك علينا شوي عربي شوي فرنسي شوي صيني شوي قد ما في خلط لتوضح الفكرة. فراح نحكي انا اون فرنسي. سي بون؟ يس صح؟ أول شيء ما بدي أحكي يعني بيوغرافية عادية إنه والله المختار الثقافي مين كذا، بدنا نحكي الشيء المهم. إذا بدنا نحكي ديتاي تفاصيل أنا بعرف إن أنتم ما مش حتعطوني وقت كثير، بدناش نطول عليكم مثل العادة، بدناش نطول عليكم. ها؟ خلينا نحكي يا هالسمير شو اللي صار وشو اللي عمله المختار الثقافي. بس انت عندك سؤال، تقول لي طيب ليش المختار الثقافي؟ هلا الثقافي شو يعني ثقافي؟ المختار اسمه هذا البرينوم مختار. ها؟ الثقافي يعني نسبة للتريبيل، تريبيل قبيل يعني بني ثقيف، واحدة هي قبائل التريبيل العربية، المختار الثقافي. ها؟ هل شو؟ هذا اسمه. إلى تيب بريزوني. إلى تيب بريزوني يعني كان محبوس بالكوفة لما صارت كربلاء. عرفت ليش ما شارك مع الحسين؟ قلت طب ليش يعني ما شارك بكربلاء؟ وكان راح يقاتل مع الإمام الحسين بكربلاء وتنتهي القصة. لا، إلى تيب بريزوني. وين؟ بالكوفة لما صارت كربلاء. ولما انصحت له فرصة إنه يرجع وينتقم من اللي قتلوا الإمام الحسين ومن أهل البيت، راح أعطيك صور حلوة كتير عن المحاكمة إذا بدك، عن شو عمل المختار، وبدك تسمع هلأ شهادات هم اعترافات هم الجماعة اللي عملوا شو عملوا. اسمع معي. ها؟ أول شيء مختار الثقافي 18 grand personality
مختار الثقافي était une grande personnalité de l'histoire. Il était un visionnaire. Visionnaire, oui. Car il a eu la vision pour venger l'événement du 10 Muharram. Il était un réformateur. Car il a réformé et mobilisé beaucoup de gens pour lutter contre les assassins de l'imam Hussein, paix sur lui, et des membres de sa famille. Ibn, شخصية الحر المختار الثقفي شخصية عظيمة من التاريخ. ليش؟ لأنه الشيء اللي عمله المختار الثقفي وانتقامه للي قتل الإمام الحسين هو اللي خلاه يكون بهالموقع وهالرؤية اللي عنده أو هالبصيرة اللي عنده. المختار في تيموان دي زاتروسيتي كوميز بار لارمي دي يزيد دون لا في سانت. طبعا في أحداث صارت بالمدينة مدينة المنورة وفي أحداث جماعة يزيد ما اكتفوا بكربلاء على فكرة، عملوا جرائم حتى بالمدينة المنورة وحتى بمكة. يزيد ضربها للكعبة بالمدفعية، كانوا يسموها المنجنيق، يعني هدمها. يزيد مش بس قتل الإمام الحسين وهدم الكعبة وجماعته، عملوا مجازر بأهل المدينة المنورة وعملوا فظايع ما فيه يحكي. لذلك المختار في تيموان des atrocités commises par l'armée de Yazid dans la ville sainte. Il partit ensuite de Médine pour la Mecque afin de protéger la sainte Kaaba. وراح مع الناس إلى حماية الكعبة. Il combattit الحسين فيس بن أمير، هذا من جماعة بني أمير. Près de la Sainte Kaaba. Malheureusement, cette révolution à laquelle Mokhtar participait échoua. يعني هالثورة هذه ما نجحت اللي شارك فيها ضد بني أمية. Mokhtar fit témoin d'une autre révolution, celle des Tawabin. عرفت شو يعني des Tawabin؟ Ceux qui ont demandé pardon. ليش ceux qui ont demandé pardon؟ لأنهم بيعتبروا حالهم هم عنده ذنب، ما شاركوش مع الإمام الحسين وما ظهروش مع الإمام الحسين وما قتلوش مع الإمام الحسين، فهلا قالوا برك إذا عملنا هالحرب هيدي بنكون عم نكفر عن شو؟ عن ذنبنا. ceux qui se sentaient coupables de ne pas avoir été à Karbala. Mokhtar essaya d'aider également dans cette révolution. À ce moment-là, Marwan, fils d'Al-Hakam, Marwan ibn al-Hakam, devint calife. مين اللي صار خليفي؟ مروان ابن الحكم. بلا ما احكي لك شو قصته مروان، خلينا قصته. ان سي مومون لا مروان فيس ده الحكم ديفان كاليف، بس راح اذكر لك موقف واحد بس لحتى معلش للتاريخ. مروان ابن الحكم كان من اكثر الناس حقدا على الحسين وعلى اهل البيت. ولذلك لما اجى الإمام الحسين لعند والي المدينة الجوبرنار يعني ليطلب منه هالجوبرنار البيعة ليزيد، قال له نحن ما بنبايع الإمام الحسين، يزيد رجل فاسق وشرب الخمر وقاتل النفس المحترم، ما بنبايعه، بس على كل حال تركنا نظهر ومنفكر ومنتحدث. شو قال له مروان بن الحكم؟ قال له لا تخلي يظهر. قلت له قال له هذا ما تخليه يظهر للحسين اقطع راسه. هذا مروان بن الحكم. هلا مروان بن الحكم ديفان شو؟ خليفه. ان سي مومون لا مروان فيس ده الحكم ديفان خليف إل أردنا أو فيس دي زياد ده نونتير لتوابين. قال له
اقضي عليهم لهول التوابين aussi Mortar s'est retrouvé seul à décider d'attendre quelques années avec des vengés لأن الوقت ما كان بعده شو ظابط وميز il s'est vengé de l'événement du 10 Muharram en gagnant du pouvoir à Koufa et en bloquant tous les accès de la ville. Là, le وقت المناسب لما هو ثبت سلطته في الكوفة وسكرها للكوفة تعرف ليش سكرها؟ لأن كل قتلة الإمام الحسين وين كانوا؟ أحسنت. لما صار عنده الكوفوار السلطة والقدرة والقوة اجى المختار على الكوفة وسكرها. يعني حاصر مين؟ اللي هم بده اياهم. قام مختار اكومباتي سي كيون تي ابو عبد الله الحسين. لانه هلا بعض منكم بيقولوا شو المختار يعني عمل جرايم قتلهم ذبحهم بس عم يقول لك هون انه لا حبيبي هون قتلوا بالبنت رسول الله يعني قتلتهم اقل الواجب مثل ما بيقولوا يعني اللي عمله المختار معهم هذا حلال اقل شيء ممكن لانه هلا رح تشوف شو عمله هلا شوف التيمونياج الشهادات رح تسمعها بدينتك وهم منهم والبيسانهم اسمع لانه لما بيجوا قراء العزاء وبيقولوا لك صار ان دو تروا ما في شيء هم اعترفوا فيه يعني بسموه ريكونيسانس اعتراف منهم هم طلع مش والله نحن وكتبنا وافترينا عليهم للجماعة لا هذا التاريخ بين ايدينا لذلك قام مختار اكومباتي سي كي اون تي ابو عبد الله الحسين لا ريزون اون ايتي كي سي جون افي كومباتي ديو حارب الله كومباتي ديو اي سون بروفيت كار كونت اون سي با كونتر لي بيتي فيس لي بيتي فيس دي ميساجي دي ديو C'est comme si on avait combattu les messagers. لما بتقاتل الحسين مين عم تقاتل يعني؟ حسين مني وأنا؟ حسين مني وأنا من حسين. النبي أكرم يقول. وترى عم تقاتل الحسين عم تقاتل النبي. واللي عم تقاتل النبي شو بنزقفته؟ مختار اعتبر انه هيدي هذا الأساس العادل بحقه. وعلى كل حال هذا الحساب. هذا أول حساب. أول فاتورة أول فاتورة طيب مختار الناس سافيبا إكزاكتمون اسمع مختار الناس سافيبا إكزاكتمون سي كي يافي إي اللي أكربا وما كان فإذا لما بيجي كان يقولوا له والله الشمر بيقول له تعال هون يا شمر أنت شو عملت؟ أنت بدك تقول لي أنت شو عملت؟ لأنه أنا ما كنت موجود بس أنت قل لي شو عملت مختار ne savait pas exactement ce qui avait eu lieu à Karbala. Il appela les assassins, j'ai d'abord l'attala, Mujrimi, les assassins, les uns après les autres. Wahadwara, les uns après les autres. Il les attrapa tous. سوف لفيس دي زياد هلا بتقلي ليش تركوا لابن زياد لعبيد الله ابن زياد هو الرئيس هو الرئيس ليش تركوا هلا رح اقول لك ليه طبعا كلام بالاخر بس رح اقول لك ليه il les attrapa tous sauf les fils de Ziyad en effet لانه بالواقع ces derniers n'étaient pas N'était pas à Koufa. N'était pas à Koufa. ما كان موجود بالكوفة ابن زياد. عرفت ليش؟ ما انقتلش بوقتها. Il était à Mosul. الله ينصر المجاهدين هلا في موسل. موسل بالعراق. هلا في معركة ضد التكفيريين بالموسل. Il les attrapa tous sauf les fils de Ziyad. En effet, ces derniers n'étaient pas à Koufa. Il était à Le premier homme à être convoqué était min awal wahad stud'i min badak ajafi très bien Shimr ibn Dejaw awal muttaham al mahkam min
تعش حسن شمر ابن ذي الجوشن le premium à être convoqué était شمر fils de ذي الجوشن ابن ذي الجوشن مختار الثقفي رضوان الله عليه وسلم لوي ديموندا سأل يا حاج محمد مختار الثقفي لوي ديموندا c'est qu'il y avait fait à Kaba. C'est qu'il y avait fait à Kaba. Il répondit. Chauffez, Kazib. Hein? Fais encore. Allô. Lek la saraha, rah, ihti lak, atrif lak, chou l'mandour, chou l'usad. Allô, Omar ibn Sa'ad. Mishkil bat Sa'ad. ابن سعد ايوه عمر فيس دي سعد سعد الحريري اكزاكتلي عمر فيس دي سعد بونسي كيل تي انيتيل دي تي ابا عبد الله الحسين يعني عمر بن سعد قال له مش ما في ضروره يعني ها ما في ضروره نقتله لعمر لا للامام حسين نعم مزبوط هيك للواقع عمر بن سعد كان متردد كان متردد وخايفان بس بنفس الوقت شو كان؟ اكزاكتمون كان ما بده يقاتل بس بنفس الوقت طمعان يعمل جوبرنير على بلاد ايران حاكم فقام الشمر شو قال له ساعتها؟ هو اسمع الريبوندي عمر فيس دي سعد بونسي كيل ايتي انيتيل دي تيي ابو عبد الله الحسين سي موا انا سي موا كي لي كونفينكي اون لي menaçant, بالتهديد on lui menaçant de rapporter au calife en lui disant qu'il n'aurait pas à railler s'il ne tuait pas Al-Hussein. ماشي؟ قال له أنا اللي هددته وقلت له ببعث ليزيد إذا ماشي ما قتلت مع الحسين ما تحلم بجوع بملك الرحيم فساعتها وقتها فعلا قال لك عمر بن سعد انا بتطير مني ملك الراي لا بقاتل وها رمى اول سهم لا لا توصل هذه ليزيد انه الزلمه بالعكس هو اول واحد فتح المعركه هو اسمع لا تنام قال اشهدوا لي عند الامير اني اول من قد رمى يعني بعثوا شهاده لابن زياد وخلي ابن زياد يبلغ يزيد ويقول لهم انه اللي فتح المعركه مع ابو عبد الله الحسين مع ابي عبد الله الحسين ومع ال بيت رسول الله هو مين؟ هو عمر بن سعد. بيقول الشمر انا اللي دفشته، انا اللي هددته بال شو؟ من اسمع تهديد. خلص؟ انسويت بعد هي مش اول جريمه عملها الشمر، الشمر عم يعترف هلا بالمحكمه. انسويت سي موا كي بيي les toutes des filles des messagers de Dieu. Tarsh ana amalat yani ana li fatat ana qalt li tante nsit li tante li khiyam ana li nahabt khiyam banat rasul allah ana fatat ala al khiyam li kanu fiha banat al nabi w saraqtun nahabtun ashabtun nalun Ensuite, c'est moi qui ai pillé les tentes des filles du messager de Dieu. J'ai brûlé chacune des tentes et j'ai vu les femmes courir d'une tente à l'autre. Tu as terminé avec la terre? فت وسرقت وحرقت وكنت عم شوف بنات رسول الله عم يهربوا من خيمة على الدنيا سي كلير enfin l'après-midi du 10 محرم quand j'ai vu الحسين allongé sur le sol j'ai constaté que personne n'osait lui couper la tête Je lui ai donné 12 coups de couteau et les décapité. Et les décapité.
هذا شو بده يعني يوم المجموعة الحرة المختار الثقافي؟ شو بده يقولوا؟ خلاص بارنوم ماشي الحال وعلى بيتك سيباد راب الله بيسامحك بيسامح كيف؟ ها دكتور؟ هذا ريكونيسانس هذا اعتراف خلص مختار ابيرام سويت بعد طبعا هلا كله انقتل نفس القتله نفس الطريقه كل واحد كيف قتل انقتل هيك عمل معنا المختار ايوه كيف عمل معه نفس الشيء انسويت ابيلا مختار ابيلا انسويت ديس بيرسون اكي il posa la même question سألوا نفس السؤال ها à qui il posa la même question il dir هول العشرة اجوا مع بعض هلا قلت لي هول العشرة طب ليش يا حاج عفيف اجوا مع بعض وليش في حكم واحد بده يصدر هلا بحقهم اسمع هول العشرة شو عمرو هول العشرة nous sommes 10 cavaliers نحن 10 فرسان nous sommes 10 L'après-midi du 10 Muharram, Omar, fils de Saad, nous a regardé et nous a demandé de piétiner. يعني ندعوس على شو اسمع. Et nous a demandé de piétiner sur le corps de l'imam. Nous faisions des allers-retours. Nous faisions des allers-retours et écrasions le corps avec nos chevaux. Nous voyions le corps se balancer d'un côté à l'autre. Puis, طبعا هول انقتلوا نفس الشيء ونعمل فيهم نفس الشيء لحتى تقول لك شو الحكم يعني. توي مختار ابيلا فيس ديراكاد هذا واحد من المجرمين اللي كانوا موجودين. كي راكونتا اسمع هذا شو عمل. عباس سلام الله عليك يا ابو الفضل العباس. عباس ايتي سير سون شيفال. لما كان العباس هو عم يقول هو عم يروي لنا عم يحكي لنا. لما كان العباس سلام الله عليه ابو الفضل العباس سير سون شيفال اي ريفيني دل فرات وجاي لوين؟ على الخيل على ما بدوش يعبي مي ما بده يجيب مي ريفيني دل فرات نوز افيون كونستاتي كو سيتي ان غريف روسي فيروس باردون C'était important de l'étudier. Après, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit C'était important de l'étudier. Nous avions donc décidé de l'entourer sur son chemin du retour. Nous avons dit que بس شو عملوا؟ حاصروه بطريق الرجعة. ها؟ حاصروه بطريق الرجعة، ولا المي كان معه. ما هو ما قالوا لنا القراء انه قرب واجا بده ياخذ مي وحط المي بايده بده يشرب فتذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده. مظبوط ولا لا؟ عبى المي وهو راجع بيقول هيدا بقول نوز افيون كونستاتي كو سيتي ان غيريي فيروس. C'était important de le tuer. Nous avions donc décidé de l'entourer sur son chemin du retour. Il tenait fermement un drapeau à la main. On dirait qu'il tenait à ses drapeaux. Je lui ai alors coupé la main gauche. Mukhtar al-Saqafi. طبعا هيدا اللي قطع ايد العباس الشو الشمال فيها شيء
مختار الثقفي entendu ensuite le fils de Tufail témoigner avoir envoyé une flèche sur la main droite de l'Abbas. كمان هيدا اللي قطع ايد العباسي اليمين. لقطهم سبحان الله لقطهم واحد واحد. كل واحد شو عامل. Il entendit ensuite Khouali ou Khouali. Oh, elle a dit elle est d'achat Ostu Khouali. Khouali bin Yazid al-Asfahi. Beol aida Khouali témoigné, choua bishhad, shahid. Hein? Choua amel Khouali. Beol que quand il vit, l'amman shifet. ولا دين هون يا زلمي. قال لما شفت لبوك الدراي دي سكينة. قال لما شايف كانت سكينة بنت الحسين عم تركض والخيام عم تحترق. شاف الحلق تعولة. ها؟ بوك الدراي. فعجبته. فبيقول ركضت وراها وشديت البوك الدراي من ابنة فصار الدم ينزل من دينها. شقيت اللي قدمها. بيقول il entendit ensuite Khouali ou Khouali témoigner que quand il vit les boucles d'oreilles de Soukaina, il a pensé qu'elle serait jolie sur les oreilles de sa fille. قديش راح يكون حلو هيدا الحلق إذا بيقطعه من إذن سكينة وبتلبسه بنته. Qu'elle serait jolie sur les oreilles de sa fille. J'ai donc décidé d'arracher ses boucles et j'ai vu le sang couler confiatir. Or, après avoir écouté, après avoir écouté chacune de ces personnes, Mokhtar leur fit exactement ce qu'elles avaient fait au Ahl al-Bayt Pirsouk. Mokhtar réussit ensuite à capturer Omar fils de Saad. Il est arrivé à Omar bin Saad. L'a'at wallah man l'a'atash. Mais il y a ras al-harbi. هذا اللي أوس بالسهم على الحسين وعلى أهل البيت. بيقول لك نجح المختار إنه يلقطه لعمر بن سعد. عمر بن سعد بدي أحكي لك يا بالعربي سبحان الله. إن هذه رواية مهمة تفهمها وتعرفها. لما الإمام الحسين قبل ما يستشهد قال وراوي عمر بن سعد، أنت معك خبر عمر بن سعد؟ كان 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 يسمى شيخ القراء. ليش يعني شيخ القراء؟ يعني كانت لحيته هالقد ومصلحته هالقد وكان يحفظ القرآن ويقرأ قرآن ويصلي ويمكن طبعة السجود هون وكان يضل قاعد بالجامع. ها؟ لكن حب الدنيا. اجى قال له الإمام الحسين ولو جاي تقاتلني يا عمر؟ أنت جاي تقاتلني أنا؟ ليه؟ قال له الصراحة أنا مردد بس كمان جاي عليني ان يكون يزيد وعبيد الله بن قاعدين انه يعملوني حاكم على الري. الري يعني ايران. ايران. طيب شو قال له الحسين؟ قال له راح تقاتلني وراح تشارك بقتلي بس راح اقول لك شيء. تعرف انت شو اخرتك؟ وكاني براسك. يعني كاني هلا انا شايف قدامي راسك يا عمر بن سعد مقطوع وصبيان الكوفة les enfants de Koufa عم يلعبوا فيه مثل ما بيلعبوا بالكون بالطابق بالبالون بالفوتبول. وهذا فعلا اللي صار لما امر المختار الثقفي بقطع راس عمر ابن سعد صاروا الاولاد بالكوفة يلعبوا فيه في الفوتبول. الإمام الحسين قال له انت رح يصير فيك. قال له انت بدك تعمل حاكم انت بدك تموت لن تهنأ بعدي. فإذا مختار ريوسيت انسويت كابتوري عمر فيس دي سعد. إبراهيم فيس دي مالك الأشتر. مالك الأشتر أحد أصحاب أمير المؤمنين. إبتلي بارتنر
بارتنر الشريك دي مختار بارتنر ايز اسير تو دي دي كابتوري لي فيس دي زياد اثنيناتهم كانوا عم يتشاركوا ليلقطوا مين ابن زياد مين شو البروبليم البروبليم اتي كو سي ديرني بورتي ان ماسك سور لي شون دي باتاي عمر بن سعد كان جبان وكان دائما شو يعمل يخبي وجهه il ne montrait jamais son visage لذلك اني ما كانوا يعرفوا وجهه طب هني بدهم اياه بس هني ما بيعرفوه فهمت علي يعني ما مش شايفين وجهه ابراهيم دي تعرف كيف لقط عمر عبيد الله بن زياد من قتل اسمع لو جيفيري تروفي لفيس دي زياد كيف لقطوا قال بعد ما ندورنا عليه وهلكنا ونحن مشكلتنا ما بنعرف وجهه لانه دائما كان يحط ماسك قناع بيقول جيفي ريتروفي لفيس دي زياد اون في ان جوت اسمع اسمع كرامة ابو عبد الله الحسين انا رح اقرا لك اياها اون فرونسي ان جوت دو سون ابارتينون ا الامام الحسين بيسير لوي a coulé sur lui et il couvre l'odeur de ses sangs pires en mettant beaucoup de misc. Misc, misc. Je le reconnaîtrai par son odeur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ibrahim, fils de Malik al-Ashtar, tuya, fils de Ziyad sur le coup. نقطة من دم الإمام الحسين نزلت على مين؟ على ابن زياد فصارت ريحة الدم تكشفه لوراء عن بعد مليون متر فشو يحاول يعمل هو يحط شو؟ ميسك فاللي يشمه إما يشمه من الدم وإما يشمه من ريحة الميسك يعني عرفت كيف؟ يعني صارت مثل سين علامة عليه قال اكتشفنا عرفنا من هيدي نقطة الدم ولقطنا هلا مين دور مين هلا حرملة سامع بحرملة مين هو حرملة وبختم لك مع حرملة علشان بديش طول عليك بس انا كنت حابب اقول لك المختار الثقافي الله يسلم دنيته الله يسلم دنيته ولا لا كما تدين شو بدك يعني عملهم تكريم يعني يقول parmi tous les témoignages que مختار a entendu من كل الشهادات tous les témoignages que مختار a entendu celui qui lui a le plus affecté était celui de Harmala il raconta شهادة Harmala كانت شهادة مميزة كثير بيقول شيء هو حرملة هون اعتراف حرملة اسمعوا إلا راكونتا بيقول أنا حرملة ليك حرملة ترش كانت شغلته يرمي بالنبل هو اللي ذبح مثل ما تفضل حاج عبدالله عبدالله الرضيع بيقول بس مش أول واحد ذبحه آخر واحد اسمع هو بالاعتراف اسمع ريكونسانس بيقول J'ai envoyé cette flèche vers l'armée de Abi Abdullah. Donc, Anna, comme flèche de tête? Ça va. J'ai envoyé cette flèche vers l'armée de Abu Abdullah. Parmi ces sept, من هون السبعة, seuls quatre ont atteint leur cible. Ont atteint leur cible. Sept, أربعة جابوا شو؟ أهداف. برافو. أربعة جابوا الهدف. وليك شو هي أهدافه كانت؟ اسمع شو هي أهدافه لمين؟ لحرملة. بدك تشوف حرملة شو هي أهدافه ولا لا؟ اسمع. يقول أول سهم. لا بريمير أول سهم.
La première fille, la flèche que j'ai envoyée sur l'œil d'Abu al-Fadil Abbas, fils de Ali. والأول سهم أنا رميته إجا بعين العباس أبو الفضل العباس. أربعة أهداف من سبعة. شايف؟ La première fut la flèche que j'ai envoyée sur l'œil d'Abbas fils d'Ali. العباس ابن علي أبو الفضل العباس. طيب. Après avoir reçu cette flèche, le ulam man ana ramait hada al-sahm wa sab al-Abbas, Abbas tomba de son cheval. Cette scène était des plus tragiques. En effet, tout ce qui tombe s'appuie sur leurs mains, mais Abbas n'avait plus de mains. Donc, quel est l'insab ou quel est l'youa à la idéhoun? Mais quel est l'Abbas, le manoué à Mawé, à la Abbas, sur le La seconde flèche était celle lancée sur Abdullah, le fils de l'imam al-Hassan, Abel Abdallah al-Radiya. هذا الطفل الثاني اللي قتله اسمه عبد الله بس عبد الله ابن خيه للامام الحسين ابن الامام الحسن بيقول لا سيكون فلاش اتي سيل لانسي سور عبد الله لفيس دي الامام الحسن بيسوي بيقول كيف صارت القصه عم يحكي لنا اياها بيقول لا بريمي دي دي عبد محرم ايز ما اون كورون فير ليكون ساكري دي الامام الحسين بيقول لما هو هذا الطفل عبد الله ابن الامام الحسن شاف عمه الامام الحسين على الرمال ظهر هالطفل وراح لعند مين لعند عمه بيقول لا بريميدي دي ديس محرم il va en courant vers le corps sacré de l'imam الحسين بيسيروي il dit comment osez-vous attaquer mon oncle qui est sans protection Zainab, monsieur, elle l'appela, mais il ne retourna pas à la tente. Il vous défia en disant, si vous voulez frapper mon oncle, vous devez d'abord me frapper avant de l'attaquer. عمر فيوس بن سعد من ديموندا هو بعده حرمل عم يقول لما سمعته أنا لهيدا الولد عم يقول هيك وسمع عمر بن سعد وعم يحتمي وعم يحامي عن عمه الحسين عمر فيوس بن سعد من ديموندا طلب مني شو قال لي كي أتونتي شو ناطر كي أتونتي فراب سجن تلو بيقول جي ألور lancer une flèche qui a atteint sa main droite. La troisième flèche toucha le bébé de l'imam Hussein Ali. En voyant le bébé innocent, tous les hommes de notre camp commençaient à se douter et leur cœur commençait à vaciller. Omar fils de Saad me dit alors, Harmala, qu'est-ce que tu attends? Tue ce bébé tout de suite. علي عبد الله الرضيع او علي الازهر بيقول جي بري اخذت جي بري ان فلاش بالله عليك سجلها هي عندك هي ما تنساهاش ها هذا اعتراف هذا بيكون صح بيقول جي بري ان فلاش كيلون اتيليز نورمالمون بور اتندر لي كو دان شامو قال السهم اللي انا استعملته نحن بنصطاد فيه جمال بنذبح فيه الجمل الكو
رقبة الجمل، الجمل انت تركه بيقتلوه، يترقوه بنحره، بينحروه برقبت، مش بيتبعوه بالسكينة. بيقول جي بري فلاش كيلون اتليز نورمالمون بور اتاندر لكو دان شامو لا كاتريان فلاش، لا كاتريان فلاش بردون لا كاتريان فلاش كي جي لانسي le 10 Muharram était sur la poitrine de Abdullah. Il a dit la personne. Sahm al-Rabi'a, il s'en va, 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 il فكل واحد بنفس الطريقة أو بنفس الأسلوب أو بنفس الشغلة قالوا تعالوا العدل جستيس ها بيقول هيك واحد بنفس الطريقة. نعم أنا حبيت حبيت أبين لي إلا إنه الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ولا الله نبي أخذ له حقه للإمام أبو عبد الله الحسين بالأرض وبعدين بكرة بمحكمة السلام إنه فكرك يعني هيك يعمل حكام ويتهنوا ويعيشوا وينبسطوا إنك لن تهنأ بعدي أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصار أبي عبد الله الحسين ومن الممهدين للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف تحت لواء ريال أربعة أبي عبد الله. عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.